ننتقل مرة أخرى إلى هذا الحوار حول تركيا وموجة العداء فيها ربما أو العنصرية ضد العرب وضد السياح واللاجئين السوريين. سؤالي الآن للسيد جواد، إذا السيد غسان كان يتحدث بأن ربما الهم الأول بالنسبة لتركيا هو حماية التجارة، حماية السياحة، حماية الاقتصاد التركي الذي تضرر بفعل هذه الموجة العدائية ضد العرب، لماذا تأخرت تركيا في خطواتها القانونية ضد المروجين للعنف والعنصرية ضد العرب؟ لأنه كنا في شرف الانتخابات، وأن الحكومة التركية كانت تهتم، وكانت موجة ضد اللاجئين بشكل عام، والحكومة التركية أيضا التحقت بموجة ضد اللاجئين، وتركوا أن يقولون نحن أنصار وهؤلاء مهاجرون وغير ذلك. ولهذا السبب كانت هناك مشكلة كانت تزداد يوما بعد يوم. أنا مع أستاذ غسان، هذه كانت ضربة إلى قطاع السياحة في تركيا، لكن ضربة إلى نفس تركيا بشكل عام. يعني نحن نعرف أن هناك مثلا أي اعتداء من قبل الأتراك إلى اللاجئين سوف ينشر في وسائل الإعلام العربي بشكل عام، وهم ينصرفون عن السفر إلى تركيا وغير ذلك، وهناك دعوات من قبل الصحفيين في وسائل الإعلام أننا أمة واحدة وعلى الجميع أن يتركون العنصرية وغير ذلك. لكن هذه القضايا ليست كافية، هذه التدابير ليست كافية، على الحكومة التركية أن يقاوم ويواجه هذه المشكلة بقوة عبر القضاء التركي. نعم. ولكن سيد جواد، أشرت إلى مسألة انخراط ربما الحكومة في مرحلة ما في هذه الموجة أو الأجواء العدائية، حينما طلب من أصحاب المحلات نزع اللوحات باللغة العربية، هل كان ذلك في إطار الموجة العدائية للعرب؟ أو على الأقل تماشيا معها؟ هذه كانت في المدن التي كانت المعارضة التركية، الأحزاب المعارضة بلديات كانوا مسيطرين. يعني استغربنا من هذه الموجة بصراحة. يعني مثلا هناك كانت موجة من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا، مئات الآلاف، يعني سكنوا في مدينة أنطاليا خاصة، سكت الجميع. لكن بالنسبة إلى العرب مع الأسف الشديد هذه كانت، لكن هناك أمل من الحكومة التركية أن تتحرك بقوة ضد العنصرية بشكل عام. نعم. سيد غسان، هل تتفق مع ربما منسوب التفاؤل الذي يتحدث عنها سيد جواد كوك بأن ثمة رغبة رسمية من السلطات التركية بأن تنهي أو تضع حدا لموجة العنصرية ضد اللاجئين السوريين وضد العرب عموما أو السياح العرب؟ بالتأكيد، يعني حقيقة من يلام بالدرجة الأولى هي الحكومة التركية، لأن الحكومة هي التي تتخذ القرارات وليست المعارضة فقط. صحيح الكثير من الأحزاب المعارضة كان لها خطابات عنصرية وقومية متشددة، سواء تجاه العرب أو تجاه الأكراد أو تجاه السوريين بشكل عام، كانت هذه المواقف، يعني لم يكن هناك تحرك لا من القضاء لا من الشرطة. شاهدنا الكثير من عمليات الاعتداء، الشرطة تسكت، الجيش التركي يسكت، قاموا بكثير من هذه الأعمال، لم يكن هناك رادع حقيقي. ولكن بدأت تركيا تتحرك الآن قضائيا، هل هذا إجراء كاف؟ لا أعتقد أنه كافي، هذا إجراء محدود جدا، لابد من مواقف سياسية من كل الأحزاب التركية، القيادات الدينية والقيادات السياسية والقيادات القومية أن تخرج وتتحدث إلى جمهورها، كما كانوا يخرجون ويحرضون الشارع التركي ضد اللاجئ السوري، ينشرون إشاعات غير صحيحة، لطالما كانت الأحزاب التركية تقول أن اللاجئ السوري يحصل على مزايا أكثر من التركي، والأتراك والمواطن التركي البسيط صدق ذلك، فأصبح هناك حقد تجاه السوريين. في الحقيقة اللاجئ السوري لا يتلقى أي مساعدات خاصة من الحكومة التركية أكثر من ما يتلقاه أي تركي، وبالتالي لابد من توضيح الصورة للمواطن التركي، لابد أن يتحرك كل أصحاب يعني الكلمة، سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين أو رجال دين أو شخصيات
مؤثرة بالمجتمع التركي وتقول أن هذه الكراهية ليس فقط سوف تكون عبء على السوريين وإيذاء للسوريين، بل سوف تؤذي الاقتصاد التركي وتؤذي العمالة التركية التي تعتمد على السياحة الشركية. شكرا جزيلا لكما من لندن، كنت معنا الأكاديمي والكاتب السياسي السوري غسان إبراهيم، وكان معنا من اسطنبول المحلل السياسي والاستراتيجي جواد كوك. شكرا.